أولياء الأمور وصفوا هذه الخطوة بأنها تعجيزية مع وجود مشكلة في النت وكذلك كلفته العالية. كيف تقرأ هذا التطور؟ صحيح، هو طبعا الوزارة يعني وجدت نفسها بين أمرين أحلاهما مرهم، لأنه كما جاء في الخبر وباعتراف الوزارة نفسها أن المقررات الدراسية ما زالت تحت الطباعة بدولة الهند، وقد يستغرق الأمر عدة شهور. فهي بقد بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تجمد العام الدراسي لهذا السبب، أو أن تلجأ إلى أي وسيلة أخرى تحاول عن طريقها أن يستمر العام الدراسي لحين وصول المقررات التي تتم طباعتها في الهند. فاختارت هذا السبيل رغم ما عليه من ملاحظات وعقبات يعني قد تحول دون تحقيقه. فأفتكر إنها رأت إنه الأفضل أن يستمر العام الدراسي مع محاولة حل هذه المشكلة عبر هذه الوسيلة، بإنه يعني تتيح هذه المقررات على الشبكة العنكبوتية وتحدد لأولياء الأمور رابط معين من خلاله يتم تنزيل هذه المقررات يعني. وكما أشرت أنت إنه هنالك صعوبات في توفر خدمة النت بشكل جيد ومستمر، بالإضافة إلى التكلفة العالية جدا. فأعتقد إنه يعني هذه ملاحظة صحيحة وحقيقية، ولا بد أن تنظر الوزارة في كيفية معالجة هذه المشكلة حتى يكون يعني هذا الحل الذي اقترحته فائدة ويكون يعني يمكن تطبيقه يعني. لماذا فتحت المدارس في ظل مشكلة الكتابة؟ كما ذكرت لك في البدء إنه هي يعني صارت بين قطبي رحى، إما أن تجمد العام الدراسي وتؤجله يعني حتى يتم توفير المناهج وأن تتوفر كل الكتب الجديدة ويتم توزيعها على المدارس، أو أن تضطر إلى إعلان فتح المدارس وبدء العام الدراسي وتنظر في كيفية معالجة الإشكالات الناجمة عن ذلك. ووضع هذا في ما اقترحته من حل أخير حسب ما جاء في هذا الخبر. طيب، أنا سعيد جدا بأن تكون معنا اليوم في هذه المساحة التحليلية. شكرا جزيلا لك، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ حيدر المكرفي. شكرا أستاذ مصطفى.